مسيكم بالخير يا الربع، او اللي احلى من مسيكم. السلام عليكم، يا الله انك تحيي هالوجيه المنوره يا كريم. ومثل عن جبالنا من اول يقول لك خبط عمية او مخلب عمية، والمخلب وشو؟ سكين يقطعون بها الحشائش للي ما يعرفه من اول طبعا. ومن اول الربيع على حتى الشيبان يقول لا بركة الحوار، ما تشوف سنامهم من الخير، فيروحون هم يحشونه يخزنونه للصيف بالوقت اللي ما به ربيع، وصايرة معهم عجيز عمية ما تشوف يا حول، وكل شي جمعته بهالخيشة. لا قالوا لك حشف وسوكيل، كل شي مجموع بهالخيشة ما تشوف. وبدأ يطلق هالمثل يا طويل العمر على الشخص اللي ما يميز بين الحشفه وبين رطبه وبين منصفه وبين النقادة، هذول يعرفونه الرعين التمر طبعا. مناسبة هالمثل يا جماعة الخير، واحد يقول يا أخي سنباتك شوي هرسل الصبح، هرسل الظهر، هرسل العصر، هرسل المغرب، يعني بالعربي 24 ساعة. يا حبيبي تبي نصير مخلب عمياء، كل شي نرسله، كل شي نحطه، كل شي نعرضه، وش يفيدك وجهي لقمت الصبح قيل انت سذا عند مرايتك قيل طايحين على جدار طين؟ ولا تبي نصور لك الغرفة والسرير والمكيف ويشتغل سبلت مو بسبلت؟ العالم نمين بين السدين، نمين بالسريع، ما عندهم غرف في العالم. تبي سفرتي عرضة قدامك أوريك وش هناك؟ هذا بيضة مقلي، هذا زيتون، الحمد لله والشكر، هذه عيش. طبعا ها الأمور هذه كلها خيرات من الله، ولا تصور من أول لو يجي واحد يقول سذا ها ما أدري شت بيتكم ويجي شوف شان تتزين بخقت عيونه، هالحين تجر وتقول شوف تعال شوف شان أزين بالحالة يا حبيبي ذي. لو أنا برسل من أقوم لمن أنام، من أشغل سيارتي، من أفرد دركسون، من أشخص، من ألبس نظراتي الشمسية، كود تصير آدميين عشان تلحق على أو يصير يومك 48 ساعة، لأنك عشت الحين حق نفرين، حق عيشتي وحق عيشك. فلذلك يا حبيبي ما ودي أصير مخلب عمي. إذا كان عندي 10 متابعين وعندي شيء بنزله، أقل شيء يضمن أنه بيرضي من 5-6 وفوق، بالحالة ذي أنزله، ولا ما أصير مخلب عمي كيش ننزله؟ لا يا حبيبي، ألفاً يا حبي روحك، مو بأنك بس تملى هالخيشة، ألفاً وش تعبي بهالخيشة؟ فحط بين عيناتك مخلب هالعمية.